السلام عليكم الدراري، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا مزيانين وكل شيء بخير. عندنا جيتكم بواحد البروجي جديد، ماشي على الكريبتو جيمز اوف كورس. هذه واحد الكوين الدراري، واحد الكوين يلاه تلاحت غير مؤخرا وجاتنا الكول ديالها في ديسكورد البارح. صور الدراري هي هو الديسكورد ديالنا، كما قلت لكم راه كيتحطوا فيه خبيرات ناضيين والدراري كوميونيتي هاربه وكلشي كيبارطاجي لافورماسيون. ما دخل غتستافد 100% غتستافد وغتربح في الديسكورد هذا. صافا الدراري راه ديما كنوصي عليه، صح راه كنحط لك لكم لينك في الديسكريبشن، راني ديما كنكون اكتيف تما الا كان شي واحد غيسولني ولا شي حاجه. صافا نخلي لكم لينك كما قلت في الديسكريبشن، تقدر تجوني هنا في الديسكورد. اوكي، صافا الدراري الكوين كما قلت لكم دخلت لها البارح، هانتوما كتشوفوا دخلت لها في هاد البلايص هادو، ولحد الان ضرب فوادو ديالي ونقد نخرج دابا بروفيت. دابا حاليا نقد نخرج بروفيت، دخلت لها البارح وطلعت قد حاليا كما قلت لكم خرج بروفيت. ولكن انا عارف بلي هادشي اللي ضربو دابا هادشي اللي رابحو دابا غير تفرتيت، فهمتي؟ غير شويه من داكشي اللي جاي، كنت الدراري فريمون كما قلت التوكن ولا الكوين داكشي اللي جاي من هنا لقدام، والخبارات اللي كاينين والبروجي كيفاش غيمشي راه شي حاجه هاربه. الدراري انا ننصح لكم هادشي كامل في هذا الفيديو هذا، صحوا انكم تتبعوا معايا مزيان. وان شاء الله الدراري راه كنحاول ما امكن فيما نلقى شي بروجي بحال هكا، وفيما نلقى شي كوين، وفيما كنلقاو شي حاجه تستاهل ولا يقدر يربح منها بنادم، راه كنبارطاجيوها ما كنخبيوش وكنخليو راسنا. راه كما قلت لكم الدراري راه ربحت منها وباقي الربح باقي جاي، صح ولا نبارطاجيها معكم ماكس. صح ولا الدراري الا كنتو غتدخلوا باش ما قديتو، وحاولوا تزربوا عليها ماكس اللي كان الدراري اللي باغيين يدخلوا. كنعاود ناكد لكم الدراري ماشي نصيحه استثماريه وما كنصح حتى شي واحد انه يدخل. قلبوا الدراري على راسكم، انا غنشرح لكم البروجي مزيان وغنقول لكم علاش كيهضر والنيوز اللي كاينين وقتاش غيتفرقع وقتاش تقدر تدخل وقتاش تقدر تخرج وداكشي كامل الدراري. صاو كيبقى في الاخر مسؤوليتك انت، الا كنتي غدير شي ديسيجن تحمل مسؤوليتك وتدخل ولا ما تدخلش انت اللي تعرف. انا كنحاول نبارطاجي معكم انفورماسيون الدراري ماكس، ونحاول كلشي يربح وكل شيء يدير لاباس ويدير الفلوس، هادشي اللي كاين. المهم الدراري البروجي الدراري عنده علاقة بالالبوم ديال كاني ويست. الناس اللي كيسمعوا للراب امريكان يعرفوا كاني ويست، الناس اللي كيسمعوا الراب اون جينيرال يعرفوا كاني ويست شكون هو. الالبوم ديال الدراري خرج في 22 فهاد الشهر هذا، ثم بقى لي والو انه يخرج، سميتو دوندا دو صراكم كتشوفوا. والبروجي سميتو ام سي دوندا. هذا ما كان الدراري بالنسبه للبروجي، كما قلت لكم عنده علاقه مع الالبوم ديال كاني ويست، وما بقى ليه والو انه يخرج. والتيم اللي مصاوب البروجي الدراري كان ديجا تيم معروفه، فهمتي؟ كتصاوب ميم كوينز وديجا عندها سمعه مزيانه، وديجا راه خدمت على واحد البروجي سميتو تايجر اينو 2022. هو البروجي الدراري بروجي قصص طونسا في 30 ديسمبر. راكم عارفين ميم كوينز الدراري كيطلعوا كضر فيهم الهوته، في الاول كيطلع البروجي كتخرج فلوس وكتخرج بحالك، ما تطولش زعما تقول لا غنتقف البروجي يمشي بعيد ولا شي حاجه. لا، تدخل في الاول، تدخل مع الناس الاولى، غتسنى الهايب. هنا الدراري بيض هو ملي وقتاش تهايب البروجي، ملي تويت عليه ايلون ماسك، راكم عارفين الدراري الباور ديال ايلون ماسك كي دايره. وهاد التيم هادي فريمون كتلعب على هاد لي ديتاي ديال ايلون ماسك، ديال لي كولابوراسيون ديال هادي، كتلعب على هاد لي ديتاي هادو باش تفرقع البروجي. وما نزيد نشرح لكم هادشي كثر. كما قلت لكم الدراري، المهم حنا غنشوفوا البروجي اللي خدموا عليه ديجا هو هذا. هيا الشارت ديالو، بدا البروجي في هاد الوقيته 30 ديسمبر. نقولو حنا الدراري دخلنا، في هاد الوقيته 0.4005. اوكي، نحسبو الربح ديالنا. اوكي، نحسبو حنا دخلنا في هاد الوقيته في البداية. اوكي، دخلنا ب 10 دولار، ماشي بالضرورة انك تدخل بشي مونطو كبير، المهم كلو على قد جيبو وكلو على قد الكونفيونس اللي داير في الثقة اللي داير في البروجي. نقولو حنا دخلنا ب 10 دولار الدراري في شحال؟ 0.405 كما شفنا. اوكي، راه كاين اللي دخل في قلب، ولكن حنا نديرو 0.405. اوكي، نحسبوها نقسموها على 0.405، شحال تعطينا؟ تعطينا 200,000. اوكي، دخلنا في هاد الوقيته هادي، تسنينا ميم با 3 ايام، الدراري طلع البروجي تايبا، البروجي وصل لهاد لهاد البوينت هادي. اوكي، شحال؟ 0.03. اوكي، شدو معايا لعبة الدراري، شدو معايا الحساب مزيان. 0.03، 600 دولار. دخلتي ب 10 دولار، 10 دولار، تصور معايا 10 دولار. قول غير ديك 10 دولار هزيتيها الاحتيام مثلا، فهمتي؟ غير حطيتي ديك 10 دولار، قلتي نتوكل على الله. دخلتي ب 10 دولار الدراري، باش عرفتي راه عارف اش كدير. دخلتي ب 10 دولار،
تسنيتي ميم با 3 ايام تضرب لك البروجي. انت شوف حسب شحال تضرب الثاني، حسب شحال تضرب البروجي، ورجعت لك 600 دولار في اقل من 3 ايام. خرج بحالك ديك الساعه، قلب ما دير بها، ولا عاود انفيستي في بلاصه اخرى المهم بصحتك الربح. هادشي اللي كان الدراري. وكما شفتوا راني قلت لي ما قلت لكم دخلت البارح ولحد الان ضرب فوادو ديالي ثورات تيم الدراري، عارف شنو كدير. هادشي بالنسبه للدراري البروجي. العلاقه ديال رشحت لكم على معاش عنده علاقه وتيم، رشحت لكم في تيم الدراري عطيتكم لي زيكسبيريونس ديالها ديجا. وبالنسبه للسيت ديالهم احنا غنشوفوا سربا. بالنسبه للماركوتين حتى 4% ماركت انوارات، ليكويديتي 0%، شاريتي 2%. كما قلت لكم هنا كيشرحوا البروجي علاش بازي بازي كما قلت لكم على البوم ديال كاني ويست. و هادشي اللي كاين الدراري. بالنسبه للرود ماب ديالهم انتما كتشوفوا الرود ماب ديالهم، ها هي باقي لسه في الكونجي كويت، لسه في الماركت كاب. باقي قلت لكم البروجي يلاه بعد الدراري باقي فيه الضربه، باقي الهوته، باقي هادو ال ان اف تي ماركت بلايس وداكشي كامل. سواء انتما الرود ماب ديالها نخليها لكم، نخلي لكم اللينك في الديسكريبشن الدراري ديال الويب سايت الا كنتو غتشيكوا هادشي براسكم. اوكي، هو تويتر ديالهم الدراري، تويتر تاهو يلاه بادي. ودجا بداو الميمز على الالبوم، بداو الميمز على هادشي كامل. انتما كتشوفوا الدراري، انتما كتشوفوا ايلون ماسك. ايلون ماسك الدراري راكم عارفين الباور ديال ايلون ماسك، هادشي الكريبتو كيفاش داير. تصور مع تصور مع كاني ويست وشنو تويتر، شنو تويتر ديالو كيفاش داير. قال لك ام دروبين ا نيو البوم، او كيوجد الالبوم ديال كاني ويست. وكان شي خبر الدراري باللي عندك واحد سميتو، ها هي طلع هذا الخبر، هذا انتما كتشوفوا طلع الخبر باللي باللي واحد سونغ اللي يكونوا في الالبوم ديال كاني ويست اشكون سميتو سبيس اكس، اشكون سميتو ايلون ماسك سبيس اكس. او هاي دراري تويتر، ها هما كيما كتشوفوا هو الالبوم ديالو، ها هي سميتها سبيس اكس. صافي شي كيزيد يبين باللي ان ايلون ماسك عنده علاقه مع هذا الالبوم هذا. او شي كيزيد يعطيك نضرب اللي فهمتي، راه توكر راه عنده مستقبل على الدراري. وايلون ماسك راكم عارفينو ان فاكي تويت ايلون ماسك على شي حاجه، راه اي حاجه كتكون دايره بها، اي حاجه كتكون دايره بداك الموضوع اللي كيتويت عليه ايلون ماسك راه كيتفرقع. واحد اخر الدراري قال لي كاين الاخبار بلي ان كاني ويست غيدير واحد كولابوراسيون مع ماكدونالدز، وغيدير واحد الموني ماكدونالدز، غدير واحد الموني غتسميه ماكدوندا، غيدير واحد الموني غتسميه ماكدوندا. هادشي حتى هو راه حاجه مزيانه بالنسبه للبروجي ديالنا. هادشي كل الدراري انا هضرت لكم على ايلون ماسك، هي الحاجه الاولى ايلون ماسك داخل في الموضوع، زد عليها ماكدونالدز هو داخل في هادشي. والتوكن الدراري الله باديه، باقي الماركوسين غيدار مزيان التوكن، وباقي الخبارات الدراري راكم عارفين ملي غيطلع الالبوم راه غتفرقع التوكن، ملي غيتويت ايلون ماسك راه غتزيد تفرقع التوكن، وملي غتجي ماكدونالدز هي غتحط داك الخبر ديالها راه غتزيد تفرقع التوكن. فالدراري راه كلشي باين وواضح، راه شرحت لكم تقريبا كلشي. هادشي اللي كاين الدراري. انا بروجي انا توكن الدراري ثقت فيها وانفستيت فيها، وما كنصحش حتى شي واحد انه يثق فيها ولا شي حاجه. قراوا الدراري على راسكم، انا بارطاجيت معكم لانفو، بغيت ان الدراري كلهم يربحوا. اي حاجه كندخل ليها وكنربح وكنربح منها ولا كنكون تايق فيها، راه الدراري كنبارطاجيها معكم. راكم شفتوا البروجي اللي كنبارطاجي معكم، البروجيات ناضيين وراه الدراري كيربحوا منهم، وشحال من واحد ربح من البروجي اللي بارطاجينا. سو اي ويش الدراري انكم ركزتوا معايا في هادشي كامل، وهضرنا على هادشي كامل الدراري، فصلنا فيه، وراكم شفتوا الحوايج اللي جايين، ايلون ماسك، ماكدونالد، الروينه جايه على التوكن هادي، وباقي الله بادي الهايب باقي مزيانه. ما تنسوش الدراري تقلبوا على راسكم، وراسي تنحطوا ليكم، تليجرام ديالهم الدراري دخلوا بلبلو داك تليجرام، تويتر ديالهم الدراري تاهو، ما تنسوش الدراري تفورو تويتر ديالهم، بغينا تبلبل مزيان، ان شاء الله راه جاي محسن. سو اي ويش الدراري كلكم تربحوا. اي واش الدراري اللي عجبو البروجي يحط ليه في لي كومونتير ان البروجي عجبو وغيدخليه. وهادشي اللي كاين، و اي هوب اول ذا بيست فور يو الدراري، وان شاء الله كلشي يربح. وراكم شفتو كيما كتشوفو الدراري ديجا ضرب انا الربح ديالي، وان شاء الله باقي جاي محسن. اي هوب الدراري انكم تكونوا انجويتي معنا هاد الفيديو هذا، ووصلت لكم معلومه وبارطاجيت معكم انفورماسيون اللي شحال من واحد ما يبغيش يبارطاجها معكم. سو هادشي اللي كاين، نتلاقاو الدراري في الفيديو الجايين. ما تنساوش ليا لايك سبسكرايب، بارطاجي الفيديو مع صحابك،
وما تنساش تجوين لنا في ديسكورد، راه كنكونوا ديما اكتيف تما، كيكونوا بروجيات ناضيين كيتحطوا في ديسكورد. وهذا ما كان سيو نيكست الدراري، بيس.